بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين الشهيد، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره تحت راية وليه وولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإبا، فنفس الأبي وما زانها إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين به شأنها، فشمر للحرب عن معرك به عرك الموت فرسانها. وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. أقر على الأرض من ظهرها إذا ململ الرعب أركانها، أقر على الأرض من ظهرها إذا ململ الرعب أقرانها. تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الخوف ألوانها. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. ثوى زائد البشر في صرعة له العز حبب لقيانها. كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها، فبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها. وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها. عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. سلام الله على الحسين وعلى نهضته المباركة وعلى كل عضو من أعضائه وعلى كل خلية من خلايا جسمه وعلى كل كلمة أطلقها في ذلك اليوم حية تبقى إلى هذا اليوم. السلام عليه وعلى نسائه، السلام عليه وعلى رجاله، السلام عليه وعلى أطفاله، السلام عليه وعلى أنصاره، السلام عليه وعلى حبات العرق التي نضحت في جهاده، وعلى الغبار الذي تطيب، وعلى الثرى الذي تعطر بدمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نلتقي هذا اليوم في رحاب ذكرى هذه الفاجعة،
في رحاب ذكرى هذا الانتصار، في رحاب ذكرى هذه الثورة والنهضة التي استمرت وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهنا نستلم رسائل من هذا الثرى، نستلم رسائل من هذه الثورة، نستلم رسائل من هذا الثائر. رسالة إلى الحاكم، رسالة إلى الظالم. أيها الإنسان، إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، وإن الظلم يبعث السيف، العسف يبعث السيف، والظالم بظلمه يستصنع الثائر الذي يريد أن يغير. الظالم يسوق إلى أن يتحرك من يغير. وأنا، يقول الإمام الحسين عليه السلام، وأنا أحق من غير أو أحق به من غيري. هذه رسالة من الحسين عليه السلام إلى كل ظلمة الأرض، أن الظلم لا يبقى، وأن الظالم لا بد أن يثير من خلال ظلمه في الأمة كرامتها لكي تغير ظلم هذا الظالم ولكي تنتفض عليه. رسالة إلى المؤمن من الحسين عليه السلام: أيها الإنسان، أنت مسؤول ليس عن نفسك فقط، ليس عن عائلتك فقط، أنت مسؤول عن دينك، أنت مسؤول عن قرآنك، أنت مسؤول عن أمتك، أنت مسؤول عن شريعة المصطفى. فإذا وجدت هذا الدين يهدم ركنا ركنا، وإذا وجدت القرآن ينقض آية آية، وإذا وجدت الشريعة تتراجع عن الحياة، فإن عليك أن تأخذ دورا كما أخذ الحسين عليه السلام عندما قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. أنت عندما تهتم بالدين تشتري ثمن الخلود الدنيوي، عندما تضحي من أجل الإسلام أنت تشتري الحياة، لأنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. رسالة من كربلاء إلى المرأة المسلمة، إلى المرأة المسلمة، إلى المرأة المؤمنة: أيتها المرأة، أيتها المؤمنة، أنت أعلى من الجسد، أنت أغلى من البدن، أنت لست كتلة لحم فقط، أنت روح، وأنت إرادة، وأنت مبدأ، وأنت إيمان، وينبغي أن يكون لك دور في هذه الحياة بمستوى المبدأ وبمستوى الإيمان وبمستوى العقيدة. لا يكن كل الهم في البدن والجسد، ليكن جانب كبير هو الأكبر في جانب العقل، في تنمية الفكر، في تنمية الروح، في تنمية الأخلاق، في تنمية المعنويات، في تنمية المبدأ، في الجهاد من أجل الدين. خذي مثلا من أي امرأة من كربلاء، خذي زينب أو سكينة أو فاطمة، بل إذا لم تشائي خذي أم وهب، خذي طوعة مثلا. هذه النساء
لم يكتفين بل لم يرضين لأنفسهن أن يتلخصن في حدود بدنهن وجسدهن، وإنما كان لهن دورا في نصرة الدين، في نصرة الإمام، في نصرة العقيدة، في الكفاح من أجل قضية المجتمع ككل. لست تابعة، لست ضعيفة، لست مقيدة، لست سيئة، لست شرا كما يزعم بعضهم. أنت تستطيعين أن ترتقي إلى مستوى الاستغراق مع الله سبحانه وتعالى كسكين، وتستطيعين أن تواجهي الانحراف كما واجهته زينب، وتستطيعين أن تشجع الزوج كما صنعت أم وهب، وتستطيعين أن تربي الأبناء على الطريقة المثلى المبدئية كما فعلت أم الغلام، بل تستطيعين أن تصنعي كما صنعت بعض النساء في بروزهن المباشر إلى ميادين العمل. هذه رسالة كربلاء إلى المرأة المسلمة. وأخيرا رسالة إلى الأطفال. أيها الطفل، أيها الحدث، لا تستصغر نفسك إذا قالوا لك أنت طفل لا تفهم. قل لهم لست أصغر من القاسم بن الحسن، وقد صعد القاسم بن الحسن إلى مستوى الشهداء. لست أصغر من ذلك الغلام الذي كان لقصر قامته يسحب السيف خلفه ويقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير. قل لهم لست صغيرا، أنا كبير في همتي، أنا كبير في وعي، أنا كبير في إرادتي. وأثبت لهم عمليا ذلك، أثبت لهم أنك واعي من خلال معرفتك بالقضايا، ليس مجرد ادعاء، فالادعاء وحده لا يكفي. أثبت لهم من خلال إرادتك الخير وفعلك الخير أنك لست صغيرا تستصغر، وإنما لو كنت صغيرا في السن فأنت كبير الإرادة، وأنت كبير الوعي، وأنت كبير الهمة. وسعى لكي تكون كالكبار، ومن تشبه بقوم كان منهم. اجعل همومك كبيرة، قضاياك قضايا كبيرة، تصرف كالكبار في الالتزام، في العمل، في الأخلاق، في الاهتمامات، حتى تكون كالكبار. فلكم رجل كان كبيرا من حيث السن، ولكنه كان صغيرا من حيث الهمة والوعي. اعكس المعادلة، كن كبير الوعي وكبير الإرادة وكبير الهمة، حتى تكون في مستوى أطفال كربلاء وأحداث كربلاء. أسأل الله لي ولكم جميعا أن نتلقى رسائل الحسين عليه السلام بقلوبنا، وأن نجيب عليها بأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. أحسنتم سماحة الشيخ. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من جديد لنواصل الحوار مع سماحة الشيخ فوزي آل سيف. سماحة الشيخ، ابتداء عظم الله لنا ولكم الأجر في هذه المصيبة العظيمة وهذا المصاب الجلل. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا على هذه المصيبة، وأن تصل رسائلكم، وأن نكون عاملين بمضمونها. سماحة الشيخ، سؤال يتبادر إلى الذهن،
وهو وارد من سماعي لقولين، ورغم أن المشهور أن الإمام الحسين عليه السلام قتل أو بيد شمر بن ذي الجوشن، أو الذي باشر القتل هو شمر بن ذي الجوشن، إلا أن هنالك كلام أنه سنان هو الذي قتل الإمام الحسين أو الذي باشر في قتله. أيهما ترجحون؟ هناك أكثر من رواية تاريخية تشير إلى واحد من ثلاثة. بعضهم يقول أنه أن الذي حز رأس الحسين عليه السلام هو خولة ابن يزيد الأصبحي، ويستشهدون على ذلك أنه كان يحاول قدر جهده أن يحصل على رأس الحسين، وبالفعل حصل عليه وأخذه إلى عمر بن سعد وقال قولته المعروفة: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، يقصد الحسين عليه السلام. وهناك رأي آخر يقول إنه شمر بن ذي الجوشن، ولعله المشهور بين مصنفي قضايا السيرة، وقد يشير إليه أيضا ما ورد في زيارة عاشوراء من تخصيص شمر بن ذي الجوشن بالذم واللعن، ويفترض أن جهة هذا، لو تمت هذه الجهة، يفترض أن الجهة في ذلك أن شمر بن ذي الجوشن كان له دور استثنائي في السوء، ومنه كان أن احتز رأس الحسين عليه السلام، وهذا أيضا يعضده ما هو مشهور عندهم. هذا الشخص الآخر. الشخص الثالث يقولون أن سنان هو الذي نزل وقتل الحسين عليه السلام. لعل هناك جهة يمكن أن تكون بمثابة جمع، وهي أن الذي قتل هو شمر بن ذي الجوشن، أن الذي قتل سنان، ولكن الذي حز الرأس هو سنان. الذي قتل هو سنان، والذي حز الرأس الشريف هو شمر. أو نعكس المسألة، لأنه هناك مرحلتان: مرحلة أن يقتل هذا القتيل وهو في مثالنا الإمام الحسين عليه السلام، والجهة الثانية أن يحتز الرأس، وحز الرأس يأتي في مرحلة لاحقة من. أنا في كتاب قضايا النهضة أستقرب أن يكون الذي قتله هو سنان ابن أنس، وأن الذي احتز الرأس بالتالي قد يكون هو شمر بن الجوشن، والله العالم. أحسنتم سماحة الشيخ، ننتقل لسؤال الجمهور. نستمع لسؤال الجمهور ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. إذا كان يوم الحسين يوم نصر، فلماذا البكاء والعزاء؟ وشكرا. نعم سماحة الشيخ، سؤال الأخ يقول: إذا كان يوم الإمام الحسين عليه السلام يوم نصر، فلماذا البكاء؟ نعم، هناك قصيدة جميلة للمرحوم آية الله سيد جمال الهاشمي تغمده الله بالرحمة، موجودة في ديوانه بعنوان مع النبي وآله، يوجد لديه ديوان يعالج هذه المسألة. ربما تكون صورة تخيلية وربما تكون صورة واقعية، ونحن نشير إلى بعض أبياتها. يقول: ومستهزئ بالحزن عاثت بقلبه أو بعقله أضاليل آراء إلى الجهل تنتمي، يجادلني
في مأتم السبط قائلا: من الظلم أن يحيى الحسين بمأتمي. نعم. فيوم به الإسلام شاد كيانه، شاد كيانه أو كيانه يمكن قراءتها بنحوين، جدير بأن يهنى به كل مسلمي. نعم. هذا اليوم الذي تشيد به كيان الإسلام من المفروض أن يكون يوم هناء وفرح وسرور. ولو قبل الجمهور قولي جعلت من محرم للأفراح أفضل موسمي. الآن يجي السيد يرد على هذا الكلام، ماذا يقول؟ يقول: قد فاتك القصد، فقلت له: قد فاتك القصد فاتئد لتهدى إلى مغنم وتحظى بمغنمي، فما جزعي من نهضة يهتف الإبا بها ويراها المجد أفضل ميسمي، ولكن لآلام على السبط قد جرت متى أتذكر شجوها أتألمي. ثم يبدأ في ذكر صور من هذه المصيبة، يقول: أنا لا أتألم من الانتصار ولا ألاحظ ذلك الجانب، ولكن ألاحظ هذا الجانب الآخر الذي كان فيه الانتصار غالي الثمن جدا، كان يجب أن يبقى الإسلام وأن ينتصر الإسلام، ولكن الثمن من هذه الجهة كان فيه صور من المأساة والشجاع والحزن. يلاحظ أطفاله، يلاحظ نسوته، يلاحظ عطشه، يلاحظ استشهاد أنصاره، يلاحظ هذا هذه الصور القوية في حزنها وفي أساها وشجاها، ولذلك يتألم الإنسان. أنت عندما تذهب إلى مكان من الأماكن ترى أن العمل قد أنجز، وتارة لا تلاحظ التعب الذي بذل فيه، وهذا اهتمام بالنتائج فقط، وهو ليس موقفا إنسانيا في الغالب، وتارة تلاحظ النتائج وفي نفس الوقت تلاحظ آلام الذين عملوا والذين بذلوا والذين تحركوا، فأنت تلحظ النتيجة من أن البناء قد قام، ولك أيضا نظرة إنسانية تتعاطف مع من بذل ومع من تعب. ننظر إلى الدين قد تشيد وهذا نصر، ولكن لا نغفل أن الحسين عليه السلام قد حصل له هكذا. نحن بالنسبة إلى رسول الله أيضا نفس الكلام، عندما نأتي ونقول أن الدين قد انتصر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وانتشر الإسلام، هل معنى ذلك أننا لا نتألم عندما نسمع أن النبي كان يتعرض إلى أذى قريش، أو عندما كان يرمى بالأحجار، أو عندما كان يطارد من مكان إلى مكان؟ نتألم، وهذا موقف إنساني. أحسنتم سماحة الشيخ، نعود للجمهور ونستمع لسؤال آخر. السلام عليكم سماحة الشيخ، ما هو منشأ ثورة التوابين وما هي توابعها التاريخية؟ وشكرا. نعم سماحة الشيخ، سؤال الأخ عن ثورة التوابين. نعم، على أثر شهادة الإمام الحسين عليه السلام، تعلمون أن قبل شهادة الحسين جاء عبيد الله ابن زياد وسيطر على الكوفة. نعم. ومن سيطرته على الكوفة قام باعتقال عدد كبير من رجالات الكوفة من الموالين لأهل البيت عليهم السلام، مثل سليمان ابن سرد الخزاعي، مثل المسيب ابن نجبة الفزاري، ومثل المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، وآخرين اعتقلهم جميعا وأودعهم السجن. الذي كان يريد أيضا أن وضع الشرطة والمراقبين على أبواب السكك وعلى الأبواب الرئيسية للكوفة، فكل من شك فيه كان يؤتى به إلى السجن.
انقضت الحادثة وعاد الجيش الذي قاتل الحسين إلى الكوفة ورجعوا بالحديث عما جرى في كربلاء، فأثار هول المصيبة وعظم الجريمة الناس، كيف يمكن لهؤلاء أن يرتكبوا من الحسين ما ارتكبوا منه؟ خطابات سيدات بيت النبوة وخطابات الإمام زين العابدين عليه السلام أوقظ في الكوفيين أيضا ضميرهم، جعلهم يراجعون أنفسهم. بعدما انتهت الواقعة أيضا قام عبيد الله بن زياد بإطلاق من كان في داخل السجن. هؤلاء لما خرجوا أيضا أصابهم الندم وعضهم الأسى، كيف لم يشاركوا مع الحسين عليه السلام مع أنهم من الناحية الظاهرية كانوا معذورين باعتبار أنهم كانوا سجناء، ولكن حركة الوجدان كانت أكبر من هذا، عدوا أنفسهم مقصرين وعدوا أنفسهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصرة تجاه الحسين عليه السلام، فبدأوا يتكلمون في مجالسهم. من هو قائدهم؟ كان قائدهم في هذه الفترة سليمان ابن سرد الخزاعي، وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. كان مسجونا، وأيضا كان مسجونا، والمسيب أيضا كان مسجونا. فلما بدأوا يلتئمون ويجتمعون أخذوا بالتلاوم والندم على ما فاتهم من الشهادة والنصرة، فتحدث بعضهم أن الندم والتلاوم لا ينفع، لا بد أن نقوم بنصر الحسين عن طريق مقاتلة من قتله ونصر اتجاهه ونصر اتجاهه. فبدأوا يتشكلون وبدأوا يعدون السلاح ويطاردون من كان من الأمويين وأنصارهم في الكوفة، ثم اشتبكوا مع الجيش الأموي في معركة عين الوردة. وكان هؤلاء أكثر حرصا على الشهادة من انتحاريون إذا صح كانوا استشهاديين بهذا المعنى، وكانوا يحرصون على أن ينالوا الشهادة وأن يقاتلوا للأخير. وبالفعل اشتبكوا مع الجيش الأموي وثبتوا له على قلة عددهم، فقتل أكثرهم وعاد قسم منهم إلى الكوفة في جوف الليل بعد أن وقفت المعركة، وبدا لهم أنهم لا يستطيعون الاستمرار. وكان هؤلاء بدورهم ممن أسس النواة للثورة مع المختار الثقفي. نعم سماحة الشيخ، ذكرتم أن نساء النبوة دخلنا الكوفة وكان لهن تأثيرا عظيما في قلب الرأي. الإمام الحسين عليه السلام نجد في الرواية يقول أنه شاء الله أن يراكن سبايا، أليس في ذلك جبر سماحة الشيخ؟ كلا، مشيئة الله سبحانه وتعالى تارة تكون مشيئة وإرادة تكوينية ولا رد لها. إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون بإرادة تكوينية، وهناك مشيئة تشريعية وإرادة تشريعية، بمعنى أن الله أراد منا الإيمان لكن هل أجبرنا عليه؟ كلا. أراد منا الصلاة، أراد منا الصيام، ولكن كل هذه الأمور ليست إرادات تكوينية، وإلا لما عقل التخلف عنها، مع أننا نجد أنه يحدث تخلف من البشر عن هذه الطاعات والعبادات. فهناك إرادة تشريعية، مثلما نقل عن الحسين أنه شاء الله أن يراني قتيلا، ليس هنا جبر بمعنى أنني مجبور على أن أكون مقتولا، وإنما شاء الله طلب مني أن ضمن، طبعا ليس هناك طلبات خاصة وإنما ضمن الأوامر الإلهية العامة الموجودة في القرآن والموجودة في السنة النبوية. شاء الله للحسين عليه السلام أن ينصر دينه، وبطبيعة الحال في مثل هذه المواجهة ستنتهي هذه المواجهة إلى الشهادة، فالنتيجة أنه شاء الله أن يراني قتيلا.
وشاء الله أمير النساء سبايا أيضا، لأنه أريد منهن أن ينصرن الإسلام والدين بهذه الطريقة، وأن يوصلن نداء النهضة الحسينية إلى كل مكان مررنا عليه، فهذا يقتضي أن يكون سبايا. سماحة الشيخ، كيف تجمعون بين قول الإمام الحسين عليه السلام للسيدة زينب لا تلطمي علي وجهها، وبين الروايات التي تقول أنها لطمت وجهها وشقت جيبها؟ أنا ما رأيت يعني روايات تامة تشير إلى شق الجيب أو إلى لطم الوجه، وعلى فرض وجودها، على فرض وجود هذه الروايات وتماميتها من هذه الجهة، فيمكن توجيهها بنحو آخر، وهو أن الإمام الحسين عليه السلام في ضمن وصيته قال لهن للنساء عموما أن لا يبدين من أنفسهن ما يوهن قدرهن. نعم. ما يوهن قدرهن وما يشمت الأعداء بهن، لو كان أمام الأعداء نوع من الاستعطاف مثلا أو الاسترحام أو الانهيار أو شق الجيوب أو اللطم الوجوه في تلك الحالة المأهودة، ربما كان هذا يوهن من قدرهن باعتبارهن قد حملنا هذه الرسالة. لكن لو فرضنا أن امرأة لطمت وجهها أو لطمت رأسها خارج هذه الدائرة، لنفترض في المخيم، ربما لم يكن منطبق مثل هذه الروايات، كما قلت على أنني ما عثرت على هالشكل الروايات اللي تصرح بهذا التناقض بين توجيه الإمام وبين فعل زينب. ماذا عن رواية خرجنا ناشرات الشعور؟ نعم، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، كيف يكون نشر الشعور بالنسبة للنساء أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، نحن ذكرنا في بعض الأماكن منها في الكتاب من قضايا النهضة الحسينية، أولا أن هذا النص وارد في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة، وهناك خلاف حول صحة انتسابها للمعصوم، البعض يرى أنها لا تصح نسبتها. من هو هذا البعض؟ بعض الفقهاء، بعض العلماء يرون أن هذه لعلها ربما كانت من إنشاءات أحد الشريفين المرتضى أو الرضي. نعم. طيب، وعلى فرض أنها لا، ولذلك عندما يذكرونها يقولون زيارة الناحية المنسوبة، الزيارة المنسوبة للناحية المقدسة، يعني للإمام صاحب العصري. نعم. والزمان عجل الله فرجه، على فرض أنها للإمام صاحب الزمان وعلى فرض وجود هذا النص، فيمكن توجيهها بأكثر من جهة. من تلك الجهات أنه نشرن شعورهن في حركة طبيعية تقوم بها المرأة عندما تصاب بمصيبة، تلطم تنشر شعرها، ولكنهن كن بعيدات عن مرأة القوم، لأنه أقل مسافة في ما يبدو بين المعسكرين، أقل مسافة كانت بحدود 300 إلى 400 متر، اللي هي مقدار ما تصل السهام عندما يتوسط، من خلال لما جاء عمر بن سعد في يوم العاشر وتوسط بين العسكرين وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم، وذكر بعضهم أن رمية السهم خصوصا من الرجل القوي في ذلك الزمان قد تصل إلى 200 متر. فلو فرضنا أن هذه هي نصف المسافة، وأن المخيم كان خلف أيضا معسكر الإمام الحسين العسكري الأصحاب وكذا، فإن المسافة سوف تكون بعيدة، لم تكن لتسمح به أن يرى الأعداء النساء وهن على هذه الحالة، وإلا لكان الإشكال مو فقط في الشعر، في سائر الأمور، أن يرى الأجانب النساء، حتى ليست المشكلة فقط في جهة الشعر. نعم. ولكن كانت المسافة بعيدة بين الطرفين، فهن إذن يعني داخليا كانت في داخل المخيم، في داخل المخيم، وكانت المسافة لا تسمح بالرؤية أيضا. أحسنتم سماحة الشيخ، انتهى الوقت ولم تنتهي الأسئلة،
وهذه أيام العاشوراء انتهت أيضا. كان بودنا أن تطول الحلقات ولكن هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا. شكرا لكم سماحة الشيخ على ما أفضتم في هذه الحلقات الله. وزادكم الله علما. بارك الله فيكم وحفظكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذه المصيبة العظيمة، مصيبة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.